السلام عليكم، تبارك الله عليكم الخوت، كلشي بخير؟ صحيح لاباس؟ نتمنى كلشي يكون بخير. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا واحد التراجي، غادي يكون شامل، يمكن يستعملوه الناس اللي عندهم الرياضه ديال المشي، ويستعملوه صحابين الدراجه الهوائيه، ولكن ماشي فيلو دو كورس، وانما الفي تي تي اللي يسميوها الكروس. وغادي نعملو ان شاء الله، غادي نوريكم واحد الموطع كيفاش الانسان يقدر يوظف الطبيعه من اجل مصلحته، سواء الصحيه سواء الماديه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وانتم ما عليكم غير تابوناو معنا وتشبعونا شويه دلايك باش نزيدو للقدام ان شاء الله. السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. إطلالة جديدة من عين مرح. كيف قلت لكم في الأول على أن هذا المسار هدايا صالح أو ليلخص الفيديوهات اللي قدمتهم من نهار الأولي إلى حتى دابا. إذا مسار رياضي، ويمكن حتى يكون عملي، تقدر تجي تعمر الماء من العين دمرح، من هنا من هاد العين هادية اللي هي مبروكة عند الله سبحانه وتعالى، وصالحة من واحد المجموعة بالأمراض. يمكن اللي يقولوا على أن صالحة الكلاوي ولا تفتت الحجار شي حاجة بحال هيدايا، أنا يا ماشي طبيب، أنا فقط نبين المنبع اللي يمكن الانسان يتقضى منه حاجه بطريقه او باخرى. ولا ما صام ما يعمل يقدر يعمر هذه النوعيه الماء من هذا النوع هدايا ويجيب الله التيسير. انا غادي نحاول نعمل لكم واحد الفوطو من هنايا اللي يصور امرح الشكل ديالها الجميل. يمكن يجي يتنزه الانسان هو ولاده هنايا ولا مع عائلته، ولا يجي يعمل سبور، ولا اللي بغى يعمل شي حاجه مرحبا به. هاني تبارك الله عليكم، سلامة. يعمل الكوتينغ يقدر يعمل واحد القضيه حدو مرح ويرجع لحالو، بينما اللي باغي يتمشى يخرج ولادو ولا يعمل مسار طويل شويه ما ينهج واحد 3.5 حتى 4 سوايع، غادي يطلع الى حتى المشكرلة ومن بعد نهودو على لوبر. هاد العقبه اللي طلع على المشكرلة الناس الله عمرها سلعه، اللي بغى يطلل عليهم هنا مرحبا بهم، تبارك الله عليك. المشكرلة من هنا ان شاء الله غادي نطلعوا فحالنا
على لوباج يدخل فحالو مع الطريق هادية فين كاين المدرسة. من بعد ملي خرجنا من مسكرالة صبرنا هاد الطريق هادية غادي نمشيو ان شاء الله في اتجاه لوبار الفوقية، ومن بعد لوبار الفوقية غادي نعاودو فحالنا لجامعة بوزعافر. كاين واحد المقطع هنايا يمكن الانسان يستراح فيه، مكان جميل يمكن يلقن فيه الكاس د اتاي ولا كان عنده القوام، او لا يجي يستراح يعمل ميريندا ديالو هو وولادو ولا هو والعائلة ديالو. غادي يهود حالو من هنايا بهاد الطريق هادية، يهود حالو الشاول. هي الشاول con tu amor. Ya no aguanto más todo ese dolor. Ay, te muero sin tu amor. Amor, 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 amor. Ay, no siento tu calor. Te duele tanto tu rencor, mi amor. Ay, te muero sin tu amor. Amor, 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 amor. Ay, no siento tu calor. Te duele tanto tu rencor, mi amor. هنايا لتكون تمت هاد المرحلة بصحتكم، وشكرا لجميع الأصدقاء اللي تلقيتهم في هاد التراجي. لا داعي لذكر الأسماء ديالهم، ولكن راهم عارفين راسهم من أطيب خلق الله. وشكرا بزاف وتحياتي للجميع. السلام عليكم.